هلا بالشباب الأكثر فائزين بالعالم، والله بخير البرنامج البيني وبينك. إن شاء الله يوم مالكم كلش كان حلوة، إن ما كان حلوة راح تجرب أعملكم زين بالعشرين دقيقة، 25 دقيقة تقريبا. هاليوم حلقة كلش بس بصراحة، لأنه أول مرة عندنا فد واحد ضيف كلش مشهور. طبعا كلهم مشهور يعني بالمجتمع ماتن، بس هاي تو ماتش، يعني هاي انترناشنال، يعني هي كل دنيا كل بلد أعتقد هي شفته، فلازم راح نعمل مفاجأة، انتم لازم تتابعونا، you have to wait first حتى تشوفون منو هي. اليوم توبيك البابل شات كانت الفيديو جيمز. انا من عمري كان 10 سنة بلست الفيديو جيمز، ولي هساني العب فيديو جيمز، واني ما استحي اقول له هذا الشيء نينتندو forever. راح نعمل الفيديو، we've watched some videos بالنسبة الفيديو جيمز، وبعدين اكيد عندنا ضيف مالتنا وراح نجرب لعبة جديدة. This is بيني وبينك. ريان، انت ما سألتني رنا اليوم بدي البس الرباط اول مره بالبرنامج، ما قلت ليش، مو دا اشوفك مبين معلم لغه عربيه. لا يعني طبعا قواعد ما توريدي قواعد، انت بيرفكت. لا 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 اعرف عن قواعد ما تكونش بيرفكت، بس كان يعني بصراحه كان اجرب اطلع شوي اكثر بروفيشنال سنس. واو الضيف على مود الضيفه. اكيد لازم أكيد. شويه مرات هيجي ومرات هيجي، باكر راح اجي بالبيجامه. اوكي خلني بلش. شورت جيم. شورت اقدر مخرج كانوي كان. انا دائما انا طبعا دائما اقول المفروض احنا عندنا حق نبلش وير شورت اي وقت احنا كان نريد، بس اتحداك اذا تقدر تجيب بيجامه. مو مشكله، اتحداك باكر تلبس بيجامه باكر. طيب وعد باكر نشوفك باكر، راح اعطيك بالبيجامه. نو بالبيجامه، انا ما استحي حبيبي، انا امريكي ما عندي عيب. زين اوكي خلينا نبلش. وي هاف فيديو جيمز الموضوع هاليوم. الفيديو جيمز خلينا نقول البلاي ستيشن والنينتندو، هذول كلهم الصناعه مالتهم هي بالكورية او باليابان، بذن هذول اثنين بلد هم يعملون الاكثرين الالعاب، فهي كلش مهم بالثقافة مالتهم الفيديو جيمز. بالوقت يصيرون هواية عصبي. شوف شنو صار لهذول اثنين، هذا كان اعتقد فريق بين اثنين اصدقاء، وشوف شنو صار. Can we watch it? لأنه دائما عندنا واحد بالفريق هو مو زين ويخسر كل الفريق. مثلك صح، وإنه هذا أنا يعجبني ألعب اللعبات اللي يعني واحد مو بالفريق، لأنه جربت الببجي وياك مرة واحدة. أكو ألعاب مال لغة عربية. أكو والله. راح بداونلود الأب. جديات استفاد منها كل شوية. الفيديو الثاني راح أجرب. الفيديو الثاني طبعا الفيديو جيمز يأخذ هواية وقت مالتنا. مرات شباب يلعبون 10-15 ساعة باليوم، وأكو طبعا هواية أب أو أم يقولون شنو هاي، أنت ما تعمل أي شيء بالحياة وقاعد يوم الليل وهذا الشيء مبتن. شوف واحد أب الحال مات شنو كان. Let's see. هذا كل اللعبة. أوكي ريان، هذا كل اللعبة مالته. These are all his games. أوكي وهذا طبعا اوكي طبعا هي الفيديو جيمز هي تصير حياة المال واحد، فيعني الواحد هيك يعمل بحياته طبعا راح تصير مجنون مثل هيك. Very sad. بس المفروض عندنا ليميت، يعني ساعة ساعتين كافي، مو 10 أو 12 ساعة باليوم. بعدين راح نشوف هيك يعملون ماما والبابا. اوكي خلينا نجيب الضيف. واو انا بصراحة خلينا نشوف الفيديو كليب اول شيء وبعدين نجيبه. هي طبعا ايش قلت، خلي يقول يعني
تقريبا 35 سنة أو أكثر. هي professional singer, professional مطربة مغنية. من الثمانينات هي الكارير ما تبلش, بس هي الأكثرية طبعا أغنيات مالتها هي باللغة السريانية, بس هي مرات كانت تعمل الأغنية العربية. شوف الهاي اكزامبل, can we watch it؟ بعد سنين من الأحزان شفنا بيها ضيم الوان بحرقة وشوق ألم ثيابي وأرجع يم أهلي وأصحابي ويصبح لي بوطني اشتمت يا أطيب تربة أنا حرة. آخ الذكريات الذكريات. هاي كان الواحد سبب الأغنية هي أنا رجعت البلدي بصراحة ريان. صراحة تقريبا هاي كان قبل 12 سنة. Thank you Linda George. This is what they do. Hello, Linda. Hello. Oh my God, with hugs. Hello, wow. Thank you, Sukra. Sit down. Hello. Hello, Linda. Hello, Noor. شلونك؟ الحمد لله. شلونك أنت؟ كل زين. كل زين. أنت خوفتي إنه قلتي على أساس العربي ما تجلس مو زين, بس بعدين شفت البرنامج ماتي. بس لا. صرتي مرتاحة. والله قلت أنا professional يعني compared to you professional. ما شاء الله العربي مالتك. طبعاً this is very crazy. يعني أبد ما كان أفكر يعني فكرت أن يجي أنا قاعد قدام ليندا جورج. الناس يعرفوش يعني يعرفوش بالنسبة للمجتمع الكلدان سريانا أشوري ماكو واحد ما يعرف كل الأغاني مالتش. أنت بلشتي من ثمانينات. نعم. من ثمانية من 81. 81 نعم. بس أصلاً قبل هاي عمرك كان 5 سنة وأنت طلعتي بالتلفزيون. نعم تلفزيون بغداد, وكانت أيام السيدة شميم رسام كانت يعملون طبعا احتفالات بأعياد الميلاد كريسمس سيزن. وإحنا باللي كنا سوينا يعني كنيسة مريم العذراء بنعرية وقيارة بالبغداد هاي. نعم بغداد. وقالوا لي راح تغنين سولو, فأول ما شافتني قالت تريدين ماي؟ قلت لا احنا ما نشرب ماي قبل القداس. قالت لي ماذا تخافين؟ قلت لا انا اغني قبل يعني قدام 4000 ناس. كنت يعني 5 سنة. نعم. اذن هاي انت يعني تذكرين كل هذا اللحظة هذا طبعا اتذكر ايام طفولة يعني من حوالي 3 سنين عمري اتذكر كل شيء ببغداد. يا ريت اليوم ارجع بغداد. والاغنية انت تذكريها شنو كان؟ طبعا كانت باللغة العتيقة الارامية, كانت اغنية قصيرة طبعا ترتيلة عفوا مو اغنية بس ترتيلة, وحفظتها وبعدين يعني كنت اقرا. زين انت من بغداد بعدين شوي شوي وصلتي لشيكاغو, ويعني من هناك انت طلعتي صرتي انترناشونال. من سنة 81 أريد أقول ساغرون جابرييل هو كان كلش مشهور, جابش بالشوية أغنية ما كان يعمل الألبوم, وناس راسن قالوا منو هاي 17 سنة هيجي كتعمل, وراسن الألبوم طلع مالتش. وأغنية دلالة اللي طبعا نقدر نحكي لهاي أغنية؟ تفضل. بصراحة يعني وقت الآن عملت الديسكفر لهاي أغنية كله كان أسمعها وكان يسعدني يعني حتى أقدر أنام. آه
يعني your lullaby song. It's my lullaby song. فعندنا فد مايكروفون هنا ليندا ما أعرف تقدرين بس حتى تعطيني شوية ذكريات عندي مسبديثة مالتي. مسبديثة. مخدة. ليندا. الله يخليك مخدة. بس البلا زحمة بس. يعني أنا يا صدق كلكم طلعت ماجستير بالعربي. بس أريد شوية ذكريات مال 15 سنة قبل رجعت العراق يرجعوني. كن هاي من طبعاً ولو دلال 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 نشال جاري 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 Linda, you're amazing. الكارير مالتك من الثمانينات التسعينات and all this. يعني شفتي هواية البلد وشفتي هواية ناس ويعني now when you look back in your career, شنو تقولين؟ لأنه يعني كان فد يعني it's been an amazing life into you. يعني what do you طبعاً what can you يعني say about 3 ملايين it? Air miles I traveled يعني حول العالم تعلمت يعني أشياء أكثر. كنت ناوية أصير طبيبة جراحة بس اللي أشياء اللي شفتها بحياتي الحلوة والمرة يمكن يعني بل كنت أقول لك مقابل 4 في أجلي بصراحة تعلمت كثير من الحياة علمتني الحياة وفخورة طبعا بس تعبت كثير لأن عشنا بالغربة والغربة تعب أكثر فهذا الشيء اللي طبعا راح نحكي لهذا الموضوع زين موضوع حلو ها ليندا احنا انا جربت اعمل كاونت ايش قد اغنيه انت سجلتي بس ما كان بهالشان ما كان يخلص تعرفين ايش قد اغنيه انت سجلتي بالاستوديو تقريبا تقريبا 180 اغنيه من البومين هم ترتيله 180 اي تقريبا 180 بلشت يعني عمري 16 سنه من الدلال دلالة ولي حد الآن نون ستوب يعني ليس ألبوم جديد كيف تطلع طبعا هالسنة طلعت ألبوم جديد ليلة خطيفة ما في خطيئة فالحمد لله الرب أشكر الرب لأن عندي الأنرجي بعدي الأنرجي واللي دائما أطلب من الرب أن ينطيلي الأنرجي زين الله يطول عمرك أجمعين شنو انت شنو تفرحين اكثر بيه بالوقت انت قاعدين بالستوديو تسجلين الاغاني جديده يعني بالوقت انت بالحفلات لانه انت طبعا دائما اشوفك من مدينه لمدينه هاي حفله وهاي حفله فوين الفرحه مع الموسيقى يجي يمك من اي طريق طبعا افرح الناس واللغه تعيش بهذه الحفلات من الصغير والكبير عندهم ميموريز هاي 30 سنه بس اللي شيء أحبه هو لما أرتل بالكنيسة لأن أشكر الرب أنا بديت بالكنيسة وراح أنتهي بالكنيسة طبعا بس في كونسرت ويا الأوركسترا هسه سويناهم ميسوبوتاميا نايت ناروتو بأستراليا هالشي أريد إن شاء الله نجيبه هنا وإن شاء الله بعون بابلون تي في نسوي بقلعة أربيل واو. جميلة لأن هي طبعا الأنسسترز مالتنا هناك فأوركستريشن هو يعني مقابل صوتي فهذا الشيء يعني يسعدني أكثر ليندا أكو هواية فنانين عراقيين وآشوريين بالكل الدنيا هواية أكو طبعا. بس أنت واحد من شوية دائما كترجعين العراق دائما كنت جد سوين هنا وسؤال مهم هم ليش كنت تجين هنا هواية مرات طبعا اكو حفلات بس اللي لما اول مره رجعت لبلدي الحبيب كانت 2001 بعدين رجعنا مره ثانيه وغنيت لي قناه عشتار الحديقه كانت اي طبعا بس هالثلاث سنين المره اللي فاتت بيها داعش طبعا أنا تألمت وكان واجبي أن أرجع وأساعد اللي يحتاجون المساعدة وأنا صوتهم طبعاً. أنت كبرتي بشيكاغو. نعم. طبعاً. وهسا قبل مقابلة قلتي قلتيني فد شيء وأنا هيك صار بي.
لا شو قول لهم شنو قلتيني you said something and it shocked me. قلت أني يعني لازم راح أكون راجعة ورا شهر راح أكون أعيش في عنكاوا في أربيل وعندنا فد بوتيك لاين ليندا جورج راح يفتح ورا شهر إن شاء الله بعون الرب. أنا دائما كنت أريد أرجع من سنتين 2001 لما رجعت هنا في مهرجان اللي سويناها البنفسجية في دهوك وأربيل. رجعت الأول محاضرة اللي سويناها بشيكاغو قلت إحنا مي وال إيش يقولوا الأويل ودي سي النفط لا مو نفط للأويل أويل زيت الزيت المي والزيت اللي ما يختلط اللي ما يختلط طبعا ما يختلطوا لأن إحنا عايشين بالغربة ودائما يعني أمريكا إحنا طبعا حضنتنا بمأساتنا حضنتنا بس يعني أنا احترم البلد واحترم كل بلد اللي أعيش به ولا أكون به وهذا يعني واجب لكل سيتيزن بس دائما نشعر بالغربة ولما كنت أجي هنا العنكاوة يقولون والله صرت هومسك شنو بعنكاوة هومسك أنت عايشة بأمريكا قلت لا أنتم ما تعرفون لأن الجذور هنا بس الشيء اللي كان بقيني بأمريكا هو والدتي لأن كنت طبعا أنا يعني responsible بس ثلاث طبعا توفت قبل ثلاث سنين الله يرحمه الله يرحم الجميع زين يعني هسه انت خمس سنه كانت طلعتي هسه ورا كل هاي شيء عملتي راح ترجعين هنا طبعا لان هنا انا دائما اقول اذا وفاتي يكون باي مكان لازم يكون ببلد اللي ولدتني وهي بلاد ما بين النهرين فاني محتفظه بهذا الشيء بيوتيفول صراحة أنا كل فرحان لهذا خبر أنت قلتيني وكل الناس أشوفك دائما هسا ما شاء الله نور ما شاء الله العربي مالتك والله يعني you have a lot of fans هسا طب وأنت أنت عندك fans أنا عندي في الخمسة الستة أنت عندك 800,000 ما أعرف إيش قد بس بصراحة أنا نحبك هواية وهذا خبر أنت قلتي هسا كان كلش very beautiful وأنت دائما أنت تريدين تخذي الشغل مالتي على عيني وعلى راسي تعال خذي برنامج البيني وبينك ما يهمني برنامج مالتك أنا أصير مساعد مالتك لا انت تحلي برنامج زين اخر سؤال بس دقيقه يا ليندا شلون انت ما نسيتي العربي وانا نسيت العربي انا عمري كان 8 سنة طلعت انت كنتي 5 لا مو 5 لا انا طلعت مقابل 14 15 سنه لما وصلنا بس ما كان في ممارسه ما كان في فضائيات فدائما احنا باللغه العاشوريه بالبيت نتكلم مع الوالده وبالكنيسه كمان فما ماكو ممارسه باللغه العربيه بس هسه الحمد لله رجعنا في كلمات ما أعرفها طبعاً لا في كلمات لا لا يعني لا تستحين الدرجة لا لا هسا يعني انطيتني يعني شوية مثل ما يقولون الجرأة يعني انطيتني جرأة لما شوفك أنت تتكلم هيك لهجة ما شاء الله شكراً ليندا هو قبل أن تروحين إحنا عندنا لعبة مثل كل يوم of course هاليوم اللعبة اسمها وينج تونغ لأنه الفيديو جيمز يجي من كوريا والصين وهيجي اللعبة هاي تجي من هاي منطقة وينج تشون كانت الطريق الكاراتي بس لا تخوفين ما راح نعمل كاراتي راح نستعمل شيء كان يعملون تمرين الكاراتي ما شاء الله طبعا تحيات الشباب اللي اشتغلوا هاليوم اللي عملوا هذا الشيء كان نحتاج التولز so thank you so much everybody لنا لا تخوفي ماكو أي شيء خطر لا لا ما أخاف لا good أعتقد أنت ما فرجتي الأولد أبسودز زين ريان أنا أحتاج إلك سو تقدر بس تجي أحتاج إلك أحتاجك أوكي ستوب لايف الله يعينك ليندا ريان أحتاجك نعمل شو اسمه أنت تعمل كومنتري أوكي يلا أوكي وين تريد نوقف هنا شنو هنا ورانا واو يا أوكي يا رايت أوفر هير بيكوز يو نيد تعرف شنو الكومنتير؟ لا تخوف ليش تخوف؟ ما خوف دائما تجي أنا ما خوف إذا برح جد جميل لأنه كان عندي أكل تعال شوف أقول لك تعرف شنو الكومنتير؟ الواحد يقول هو ده يعمل هذا معلق thank you very much thank you okay so بس اليوم عندنا غير تعليق شنو Okay, Linda, yeah. so these are your weapons. Wow. And these are my weapons. اللعبة شنو هي؟ اللعبة هي اكو 4 ب4 كوبس. Okay. لازم نذهبهم بالهيجي. Okay, you can't ما تقدر بالايد واحد، لازم بالاثنين ايد، okay? Okay. Like that you flick it.
ممكن تتقربوا شوية هنا؟ بعد تقربوا شوية حتى تكون همنا قريبة لدينا. لازم أوكي. أنت همنا. لازم نجيب ال we need to bring the sticks with us. أوكي. ما يخالف أنا راح أكون لازم. أنت تعطينا. أنت تعطينا أوكي. تمام. أوكي من هنا. يلا. حاضرين. راح نبدي ويا الإشارة. أوكي. Thank you ريان. موسيقى شباب. 3, 2, 1 go. ويقدم منور ويضرب الضربة الثانية ومطه. ونزل نور واحدة لندا انكسرت واحدة نور يتقدم أيضا لكن لندا ما قدرت تقدم هاي النقطة أنا ما راح أعلق راح أغني أغنية كاملة كاملة دريبا على الله يلا اللي من أتخاب طاين شمو بزارة سوقوني ومبطاتي لين كسارة لن وهم من ترهنت وقاتي أمارا شويق وقاتي فاشقوا دايم بوارا ضربا من مريات خيوخ فرق ندورا خزي النخبة يا شنت خريطة طورا أعتقد خلص الوقت بس مار أخي نور فوز نور فوز لا بس هي ليندا جورج دائما is the winner thank you so much ليندا جورج everybody thank you stay with us عندنا بعد هوايا جماعة نشوف ماجازين حاضرين this is Babylon TV I'm gonna go to the bathroom.